السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل: سفير أمريكي تعليقا على هجمات صنعاء، البحرية الأمريكية تنهار وتحتاج للمساعدة. وإلى التفاصيل. أقر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليابان رام إيمانويل بتدهور أوضاع البحرية الأمريكية، وذلك مع فشل الأساطيل البحرية الأمريكية في وقف العمليات العسكرية لقوات صنعاء والمساندة لغزة. وقال إيمانويل في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست إن البحرية الأمريكية تنهار، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى مساعدة حلفائها لإصلاح سفنها. وأوضح أن تأخير الصيانة وتراكم أعمال البناء أدى إلى ضمور الأسطول وانهيار القاعدة الصناعية البحرية. وكانت تقارير دولية قد أكدت سقوط هيبة الأساطيل البحرية الأمريكية بما فيها حاملات الطائرات بعد إخفاقاتها في مواجهة هجمات صنعاء. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.